أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السؤال والحلف بجاه الله؟ ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. احلف بالله، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو تحلف بصفة من صفاته وعزة الله بعزتك، وتحلف بعظمة الله بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وجلال الله، أما غير ذلك فلا تحلف بشيء لم يرد في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.